هنبدأ مع بعض إن شاء الله. طيب بداية في كذا نقطة هنتكلم فيها النهاردة سريعا كده. لو أنا عندي الناس سامعاني؟ طيب لو أنا عندي مثلا عندنا مكان بالشكل دوت حوايط أهو خلينا نرسم مثلا بيت بالشكل دوت وحط هنا مثلا ابواب بالشكل دوت تمام. عايز اعمل خريطه لمسار الهروب، عايز اعرف مسار الهروب لو حصل حريقه وانا في المكان دوت ايه اقرب مسار ممكن اخده. فلو انا رحت الاناليسيس تمام، انا مثلا كمعماري ما بنخش اناليسيس دي كتير، بس لو انا رحت اناليسيس ورحت هنا الباث اوف ترافل مسار الهروب وعلمت على اقرب على ابعد مكان لحد بره خالص تمام مثلا هيبدا يشوف اي فتحات اللي ممكن اخرج منها تمام. فده كده هيجيب لي مسار الهروب. بعد ما يجيب لي مسار الهروب ممكن اعمل سيلكت عليه فيقول لي المسافه دي كلها قد ايه؟ 63 متر. فببدا ارجع للكود بتاعي، يعني ساعات يقول لي اكتر من 30 متر بضطر ان انا اعمل سلم هروب تاني. تمام. طيب هنتكلم في النقطه الثانيه. الفكره كلها ان انا لازم بقدم في المخططات بتاعتي مسار للهروب لو حصل حريقه لا قدر الله، ايه المسار اللي انا ممكن امشي فيه وهل المسافه دي كافيه ولا لا. فنفترض مثلا ان انا عندي هنا باص اوف ترافل، انا موجود مثلا المكتب بتاعي هنا تمام، والمكان اللي المفروض الناس تتجمع فيه هنا. بص هيعمل ايه؟ هيبدا ياخد المسار دوت ويخرج من الباب دوت وبعد كده الباب ده وبعد كده الباب ده وبعد كده لحد ما يخرج بره خالص. لو عملت سيلكت هنا هتلاقي هو مديني سهم المسار بتاعي ومديني هنا اللينس قد ايه وبيحسب الوقت كام ثانيه عشان اهرب من المكان دوت تمام، والسرعه بتاعتي هو مفترضها قد ايه. ده نعم. فكده بيعمل لي دراسه للمسار بتاع الهروب تمام. انت كنت موجود ولا؟ نعم ماشي. طيب الفكره كلها سيد الفاضل، احنا في خاصيه موجوده في اناليسيز بيدرس لي المسار بتاع الهروب بتاعي. طيب هي قائمه اناليسيز دي في جزء كبير منها خاص بالانشاء مالناش دعوه بيه، وفي جزء خاص بالكهروميكانيكال، وفي جزء في النص بينفع الناس كلها لان هو متعلق بدراسه الاستدامه والسستينابيلتي و ما اعرفش عندكم الاردن نعرف ايه نظام السيستم اللي عندكم في الجرين بيلدينج؟ ما عندكم. احنا عندنا في مصر عندنا الجرين بيراميدز الاهرامات الخضراء تمام. طيب انا دلوقتي عايز اعمل دراسه للمسار بتاع الهروب، فاقول له اناليسيز واقول له باص اوف ترافل تمام. لو انا موجود هنا وعايز اخرج للمنطقه دي تمام، فلو انا بالطريقه العاديه هبدا اقيس من هنا لهنا يقول لي 10 متر، بس هي فعليا لا، لازم اخش اشوف المكان اللي ممكن اخرج منه. فبيقول لي في هنا باب وهنا باب وهنا باب وهنا باب لحد ما اخرج من هنا. هو بقى بيبدا يعمل دراسه على سرعه الانسان كم متر في الساعه مثلا، فيبدا يدرسها. طب الوقت هياخدها كم ثانيه تمام، طب اللينس قد ايه، طب من الاول لقطه مثلا في الجراوند وثاني لقطه في الفيرست، يبدا يعمل لي الدراسه ديت. طيب ممكن اقول له انا عايز اعمل مثلا ايه ابديت، ابديت يكون انا مثلا ايه غيرت حاجه في الشكل تمام. فاجي اعمل سيلكت كده واقول له ايه ابديت، فيبدا يشوف المسار الجديد اللي عندي دلوقتي. ممكن اقول له اد واي بوينت تمام، وممكن تعمل ديليت، انت في نقط مثلا عارف انها في باب زياده مثلا موجود هنا ممكن يكون اسهل، خلينا نحط مثلا باب هنا.
لو في حاجه المفروض ان هو بيحس بيها بيبدا يغير. يعني في عمود مثلا بيحاول يتفادى العمود، تمام؟ فانا بقول مثلا في مسار هنا، بص بدا ياخد باله من ان في مسار هنا. انا قلت له ايه هنا؟ قلت له اد واي بوينت، تمام؟ فبدا يخلي باله ان في باب هنا، فبدا يغير المسار بتاعه. ممكن نقول له مثلا بعد تعرف على دوت اد واي بوينت، بيعمل سيلكت وبقول له خلي بالك ان في اد واي بوينت. ادي مثلا النقطه هنا، النقطه دي ممكن تحركها تخليها هنا، تمام؟ فبدات تغير مسار لان البابين دول ما كانوش موجودين قبل كده. طيب خلونا نجرب حاجه بقى، ان انا اروح لاناليسيس واقول له بص، واقول له من هنا لهنا. قال لك خلي بالك ما فيش باب يخرج منه، الغرفه اللي انا اخترتها انا مش حاطط لها باب، تمام؟ فقال لي بقى خلي بالك ان في مشكله. طيب الحل بقى لما تقول له كنسل، لان في مشكله ان انت عامل غرفه ملهاش باب، تمام؟ او تقول له تشيك روت اناليسيس سيتنج، تبدا تشوف ايه الحاجات اللي هو يخلي باله منها. هو انت المفروض ان انت هتهرب من الباب مش هتهرب من حاجه ثانيه، فهو بيدور على الباب بس. ممكن تقول له زود لي الويندوز، لما يحصل حاله من الحريق نط من الشباك مش مشكله، بس الويندوز مش موجوده في الكود يعني، تمام؟ اناليسيس زون از بلان، التوب ابوف ذا فيو ليفل 2 متر، البوتوم بتاعك 2. طيب فانت بتشوف ايه الحاجه اللي انت ممكن تهرب منها. هل انت ممكن تهرب من الول مثلا؟ اكيد لا، هي الحاجه الوحيده اللي موجوده اللي هي الدور. بس اوف ترافل ممكن تقول له تاج اون بليسمنت، يعني حط لي تاج، فبيقول لي التاج مش موجود للباص اوف ترافل، فنحمل التاج للباص اوف ترافل. مش عارف موجود ولا لا، بس خلينا ندور. باص اوف ترافل اهو كان موجود، باص اوف ترافل. طيب خلينا بقى نعمل واحده كده تاني، مثلا من هنا لهنا. هو بقى بيعمل دراسه من الذكاء الصناعي ويبدا يوصل لاقرب مسار، يعني هيبعد عن الباب ده ويبعد عن الباب ده، ويكتب لي المسافه اللي مشيها وخدت كام ثانيه. عشان هيك في لما تعمل يو ان في سرعه. يو ان في مره شفت رحت ملاش في سبيد هيت. مظبوط. كم متر في الثانية ممكن نغيرها نخليها كم متر في الثانية؟ طيب دي دي وهنا هتلاقي عندك هنا الخصائص. لو انت عايز تعدل حاجة ممكن تقول مثلا عايز حاجة تانية يحس انها ممكن ستير مثلا، هو يقدر يهرب من خلال السلالم مثلا وهكذا. هنا بيبدا يجيب لي الحدود اللي ممكن ايه تعترض الطريق عشان ما اعرفش امشي. ريفيل اوبسيرف. طيب لما جيت بصيت كده في الصور مش مصدر اللي ادهالنا، لقيت ان انا ايه اللي ممكن نفكر فيه. حته كده مثلا زي جنب السلم تتعمل ازاي؟ برضو في ديت الحته دي ممكن نعملها ازاي، تمام؟ الجراوند الارضيات ديت دخلت حملت شويه فهم كده، ممكن نبقى نشوفها مع بعض باذن الله. طيب نعم حملت اللي بعت لنا اياه فيهم حاجه حلوه ولا لا؟ حملتهم بس مش شدهمش زي حالاتي برضه، انا عملت كده برضه. طيب ممكن نعمل الجزء دوت مثلا مع بعض، تمام؟ الحته اللي هي جنب السلم ديت. طبعا القائمه بتاعت اناليسيز فيها حاجه حلوه قوي اسمها سبيس وزون وهيتنج اند كولينج، فيها شغل كتير ميكانيكا وفيها حاجات معماري. طيب خلينا نشوف مثلا الحته دي مثلا ممكن نعملها ازاي، تمام؟ انا عندي دي عباره عن ثلاث مستويات زي ما موجوده في الصوره، فممكن نعمل كل واحده فيهم لوحديها، ولو عملنا واحده ممكن ناخدها كوبي الناحيه الثانيه يعني بسيطه. طيب هروح لاركتكتشر زي ما عملنا قبل كده، كومبوننت موديلين بليس، واقول له هنا انا عايز اخليها مثلا وول، اوكي، وابدا اقول له انا عايز اعمل اكستروشن، اكستروشن للجزء دوت من هنا لهنا، بس هستثني منه الجزء دوت. ولا انت مش عايز تستثني؟ تمام. اوكي.
تعال نشوف 3 دي ونشوف بقى ازاي نظبط الارتفاع بتاعها. انت بقى ممكن تظبط الارتفاع، تكتب اللي انت عايزه، ممكن تخليها مثلا 500 بس الارتفاع بتاعها مش مظبوط. ليه مش مظبوط؟ هو معمول على الجراوند، المفروض تعمل على الزيرو زيرو، في فرق بين الجراوند والزيرو زيرو بالشكل دوت. طيب نرجع تاني للجراوند وابدا اعمل الشكل التاني، اقول له كرييت واقول له اكستروشن من النص ولا نخليها من رسمه غلط. ماشي نبقى نطرحها مش مشكله. طيب اقول له موافق اهوت. ممكن نطلعها شويه كده اهي، يبقى ناقص بس اخر واحده. ممكن حتى ناخد دي كده كوبي من هنا لهنا ونبدا نعمل لها تعديل بسيط. ولا دي حد هنا تمام، واخش في 3 دي اهي. تعال نبص على الصوره. التالي دي عاليه شويه، المفروض تعلى شويه اهي بالشكل دوت. طيب بعد ما عملنا عايزين بقى نزود شويه اشجار. كنت انا حملت شويه اشجار، تعال نشوفهم. فاميلي هاي تري بص، في حاجة مثلا زي كده، في أشجار كبيرة صغيرة تمام. طيب خليها مثلا نحمل حاجة زي كده مثلا. نبدأ ندخل نشوف هل فيها أحجام ولا فيها برامتر يعدل. لا مفيش. ممكن نشوف شجرة تانية تكون أسهل ديت مثلا. استاذ عبد الله قول لنا صح غلط نعدل. شوف الاشجار وكده ماشيه ولا في عادي؟ يعني في حاجه عايز تعدلها شجره؟ طيب دي هاخدها مثلا كده هاي البوكس اللي عامل فيها الحياه غلط يعني، بس ما يدرك كده داخل الاصلابه وخارج. طيب بص تعالى خليك معايا ونظبطها الصوره. مش عارف، ما انا انا مشيت على ديت على الحاجه اللي هي في الاوتوكاد. طيب خلاص نرجع بقى شويه نتجاهل الاوتوكاد ونشتغل على الموجود بالشكل دوت. الاوتوكاد في الخطين دول مكملين لحد هنا. طيب مش مشكله مش مشكله نعدل. طيب ارجع عنها شويه يعني اخليها كده بسيطه. مشكلة يعني هي السوق تبعي يختلف ولا ايش؟ بتتحرك؟ لا لا انا ظبطتها مع بعض مش مشكله. عايز تخبرها سنه مش فيش طريقه انك تعطي مثلا، احب اعطيها 5 سنوات. اديت ان بليس اهوت اكستروشن دي اي من هنا. خليها بس اخش في الجراوند اهي. انت عايز ديت، دي عايزه 50. خلاص اهي 50. ما
ودي 50 ودي 50 برضه كلهم 50 ماشي. طيب هقول له اوكي وهقول له فينش موديل ودي هاخدها كده كوبي من هنا لهنا بس هظبط المكان بتاعها واظبط الارتفاع برضه حسب بقى الأشجار اللي عندنا بالشكل ده. ممكن ندخل هنا edit family دي عبارة عن ممكن نلغي الحتة ديت ونخلي الجزء اللي فوق ده بس load into project ده حابين انها تبقى كده. ممكن نعمل لها يعني نكررها دوبليكيت بحيث تبقى موجود معانا زي ما احنا عايزين. طيب الناس تجرب كده تعملها؟ مهندسة مرة عملتها هي؟ مش مهندسة جربت كده تعمليها؟ جربت تعمليها؟ اه عملتها في ريفت على الجهاز عندك. على اساس ان الجراوند اعلى من ال من 0 0. طيب الله ينور يا باشمهندس. طيب خلونا بقى نكمل. تعالوا نرجع بقى للصوره ديت. طيب بصوا احنا عندنا عمادة جاهزه موجوده في المشروع اهوت. ده مثلا عمود روماني بس احنا عايزين احنا نعمل احنا العمود. ده بس العمود دوت. طيب خلونا نعمل العمود. او في الحديقة هنا نبدأ نعمل ايه الشكل العمود دوت. تعال نبص عليه. في زي مربع صغير وبعد كده الشكل دوت. طيب نعمل حاجة زي كده ازاي؟ اجي هنا واقول له انا عايز اعمل كومبوننت موديل ان بليس واقول له ان ده اركتكتشر كولوم. اوكي هبدا ارسم القاعده بتاعتي. المفروض كم كام هندسه القاعده بتاعت العمود؟ 50 ب 50. ده القاعده اللي بره. هذا بيجي عمود روماني. ما هو جاهز. احنا بنتكلم هو مش موجود. هو موجود عندك في الفاميلي بس ازاي بقى نعمل فاميلي لو هي مش موجوده؟ دي بقى الفكره. بص هو العمود اللي هيجي لك اكيد فيه اختلاف عن ده. فايه لما يعني ممكن مره يجي لك ايه السكيل هو هو مثلا او السمك بتاعه فوق زي تحت او يطلع العكس. فانت تعدل تعديله بسيطه بس احنا نفترض ان مش عندنا العمود دوت ونبدا احنا نعمله. طيب افترض مثلا 50 في 50
بعد بتاعه 40 في 40 اه مش تفرق مش تفرق 40 في 40 تمام 40 في 40 تمام اخلي ده مثلا واقول له خليها لي ورايا في 3 دي الفكره كلها كل شغلانه على الجراوند بينما ايه المفروض انها في على الارض طيب ممكن اقول له موف من هنا او حرك اهوت عبقري اللي حط هذا ايه اللي خليك تمشي مع الليفل عبقري جدا اللي في امر موف موف كده ليش مش كده هي تمشي معاك بس ايه تكون مثلا في الاليفيشن هنا يعني لا حتى انا برضو هو في كوبي بس اللي تنفع تشغل طيب خلينا بقى دلوقتي ايه عايزين نرسم الشكل اللي هو الجديد ده بالنسبه لنا تمام لاحظ ان هو مش واخد حاجه واحده لا ده هو في اللي فوق السمك بتاعه مختلف عن اللي تحت تمام طيب ممكن نعمل الموضوع ده ازاي ببساطه هاجي هنا اقول له ان انا عايز ارسم ريفرنس بلين والريفرنس بلان ده هدي له حرف مثلا ايه يبقى انا هاجي هنا ارسم على الريفرنس بلان دوت تمام ممكن استخدم بقى امر ايه خلينا نخش هنا ايديت امبليس هقول له هنا ان انا عايز ارسم في الجزء دوت ممكن استخدم امر مثلا زي ريفولف ريفولف لما هرسم هيلف لي حوالين الخط بتاعي فاقول له ان انا عايز ارسم على اللي هو ريفرنس بلان ايه فبيقول لي لازم في النورس او في الساوث اقول له اوكي فبدا يدخلني هنا مثلا عايزين بقى نرسم دي اللي هي العمود دوت هنلاحظ ايه ان في ارك وبعد كده ارك وبعد كده في خط فانا ممكن اجي هنا اعمل ايه ارك اهوت وبعد كده ارك صغير وبعد كده لاين وبعد كده في ارك وبعد كده في لاين كده وبعد كده في حاجة بالشكل دوت طيب الاكس لاين بتاعي الخط اللي هو هيلف حواليه من هنا لهنا اهو طيب لو قلت له اوكي يقول لي كمل الشكل عمل لي العمود بالشكل دوت تمام طيب ممكن اقول له ايديت ريفولف وامسك الخطين دول اعمله موف يطلع معايا العمود بالشكل دوت بس احنا اتحط في مكان تاني طيب edit edit دي move
طيب الناس تجرب تعمل العمود ده كده. انا هظبطه. لا لا هو اتعمل بس ايه ما خدناش بالنا من نسيت. ده المفروض ده طيب عايزين نرسم الرأس بتاع العمود. طيب عايزين نرسم الرأس بتاع العمود. هاجي هنا عند العمود دوت واقول له edit in place، واقول له ان انا عايز ارسم على الجزء اللي فوق دوت. لا كده لما اقول له شو كده هو يرسم على الجزء اللي فوق العمود. طيب ممكن استخدم انهي اداه عشان ارسم الجزء اللي فوق دوت الراس اللي فوق؟ طيب ممكن استخدم سويب، يعني هدي له مسار وهو يبدا يمشي عليه. هقول له سويب واقول له سكتش باس وابدا ارسم كده. خلينا نرسم مستطيل اهو كده. ناقص بس ايه؟ ان انا ادي له الحاجه اللي هو يرسمها. فاقول له ايديت بروفايل، ايديت بروفايل لسه ما تبقاش على حاجة. عايزين بقى نرسم المسار بتاعنا اللي هي الحتة دي. ممكن اقول له اطلع كده كده. وهنرسم ارك تمام. يبدا هو ياخد الحاجه دي ويلف بيها حوالين الشكل بتاعنا. فينش. يبدا يظهر معانا العمود بالشكل ده. طيب عايز افرغ الدوت، ممكن اروح يعني عايز ارسم حاجه جوه، ممكن اعملها اللي هي ديت اكستروشن، واقول له انا عايز من هنا لهنا. بالمسافه اللي انت عايزها. ثانك يو. يبقى عمود كده بالشكل ده. طيب مهندس لو بدي اعرف الراس تبعه عشان ما يجي معي كتير. استنى ممكن قول لي بس عايز تعمل ايه؟ هو شويه الفيكتور فوق عرضه شويه. جاء شويه مسدد الشكل. انت بص كده وريني، انت عايز الحته اللي هي ديت؟ اه انت عامله اوكي بس هنا زي ضيق شويه، ممكن يزيد في الطايره. انت عايز تزود الدايره دي؟ بسيط، تعال نزود. بسيط. تعال هنا قول له edit
ريفولف جاب لك الشكل دوت. تمام. فانت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تاخد الخط ده كده براحتك عادي اهو. نعمل له كله على بعض الشيفت. وده مو موف او شيفت او زي ما انت عايز. من هنا لهنا. النقطة ديت وبعد كده وصل بقى النقط زي ما انت عايز. بس كده. ودول كلهم تقدر تعدل فيهم بعد كده، يعني ممكن تيجي في اي لحظه اديت سويب وتبدا بقى تغير في البروفايل مثلا او اديت بروفايل. انا شايف مثلا الشكل ده المفروض كان يكبر الصراحه. انا مش واخد المقاسات مظبوطه، فممكن اجي هنا واقول له انا عايز اعمل سكيل 2 ويكبر الشكل دوت، تقول له اوكي اوكي فيجي معاك بالشكل ده. طيب عايزين بقى نرسم بقيه ال هذه واضحه ترسم البروفايل وتعمل اكسترا. ودول برضه نفس الفكره، خلينا نعملها سريعا. هي كل الفكره انه انا برسم محتاج ان انا ايه استخدم الخط دوت للرسم. ممكن ارسم برضه ريفرنس بلان تاني يسهل عليا. فكل اللي انا اقول له هقول له كرييت واقول له انت عايز ترسم مثلا حاجه على الشكل الاتجاه دوت. ممكن اعمل اكستروشن 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 في اكستروشن. طيب هقول له انا عايز اكستروشن واقول له انا عايز ست واقول له انا عايز ارسم على ريفرنس بلان ايه اهوت. اوكي هيقول لي عايز ترسم في النورث ولا في الساوث اهوت. هو فين العمود مش عارف. أو ممكن يكون ورا الشكل دوت نورث ساوث. ده اللي مغطي عليه المبنى كنا نسمعه عشان نعرف مسارات الهبوب. ده مش عايزين خلاص. Architecture Component Model in Place. تعتبرها ايه؟ وول ولا خشب ولا وول؟ وبعد كده وول 7 Extrusion Set. العمود دوت اهو. طيب ممكن اقول له خليها وير فريم عشان نشوفها اهوت. تقول له بقى انا عايز ارسم نفس الشكل دوت في خط كده لحد العمود التاني اللي انت عايزه. وبعد تيجي هنا اهوت تحرر دي كده وبعد كده تبدا تاخد نفس الاشكال ديت. بص كده إيه؟ لا في خط وبعد كده قوس وبعد كده انت ما بترسمش هاي بترسم في هاي نعم ترسم في هاي ارسم في دي الاول دي لا هنرسم دي وبعد كده نرسم دي فوقيها ما دي دي اعلى من دي هو نفسه بس قوس بالعكس هم هم نفسه طيب خلاص انا همشي على اللي انت عايزه هرسم القوس اهوت داخل اهو وبعد كده قوس تاني اللي بره بس اللي بره ده شكله وحش كده ايوه اهو كده شكله جميل كده احسن. ممكن ناخد ده بقى كده وبعد كده نقول له ميرور من النص بالشكل ده وبعد كده نرسم الارك من هنا لهنا. طيب والسمك بتاعها ممكن تخليها 100 مثلا. اوكي يطلع معاك بالشكل دوت. ممكن تصغر حتى نعم
شيء زي ما حكيت الأول 150 ولا 100 خلاص اه زي ما انت عايز تمام. ودي نفس الفكره بس العكس، فاضطر ان انا ارسم ريفرنس بلان يكون عكسه ونبدا ايه نحمل ده على دوت. طيب الناس تجربها كده نشوف المشاكل. طب بص لا عادي عادي ايه؟ استنى عادي ما تقولش ايوه طيب نكمل. عايزين نحط اشكال حلوه على الحيطه زي ما انت عاملها كده. مرمي العام كده. ان شاء الله. عايزين نشوف ازاي نزود الحته دي في قلب الحيطه. استوى دايما عادي بتعمل فاضي. مش عايزين نحط لا ما انا ليه عايز اقولها؟ لو انا عندي العكس، لو انا عندي حد قطع جوه الحيطه. الحيطه ما بقتش حته فيها بارزه بس في حته قطع انت جواها. ترسم شكل غطس لجوه. طيب عايزين نشوف الصوره دي مع الحيطه. عايزين نشوف الصوره دي في الحيطه. اللي هي الحته ديت. انتوا اصلا زي ما انتوا شايفين ان الاوامر اصلا بتاعت انشاء العناصر هم الخمسه دول الصغيرين، يعني بتلاقي كلهم في نفس الفكره. فالموضوع بسيط، خلينا نرسم السور اللي بره اهوت. عايز مره ارسم جزء خارجي تمام، ومره ثانيه اخليه داخل لجوه تمام. طيب مبدئيا انا عندي امر لو الموضوع كله في اول حته لاخرها تمام، اللي هو وول سويب وول ريفيل. وول سويب هياخد الحته من اولها لاخرها بالشكل دوت تمام. ولو عندي الحته مكمله، يعني لو عندي السور ده مكمل هيقدر يكمل معايا برضو ايه الريفولف دوت. هقول له انا عايز اعمل سويب اتحط هنا في الارتفاع دوت، فلما تيجي على الحته الثانيه هيكمل لك برضو نفس الحاجه.
على نفس الارتفاع ونفس كل الخصائص بتاعته. مثلا عملت ده هنا وعملت ده هنا، هياخد نفس الارتفاع بتاعه. وده عباره عن بروفايل، يعني حاجه 2 دي بياخدها ويكمل بيها. فانت ممكن تيجي هنا وتختار واحد تاني. فين البروفايل اهو بدل ديفولت، ممكن تختار اي واحد من دول مثلا. تمام، ممكن تختار مثلا 3 بريكس يطلع معاك بالشكل دوت. والعكس لو انا عندي هنا وعايز اختار ريفيل، يبدا يطرح من قلب الحيطه بالشكل دوت. لو شكل الريفيل اكبر من الحيطه هيخترق الحيطه، يبقى في قطع في الحيطه. طيب عايزين بقى نشوف اللي عندي في المثال دوت. لا اللي عندي في المثال دوت حاجه ثانيه خالص. لو بصينا كده هنلاقي فيه بروز بالشكل دوت. طيب تعالى نعملها مع بعض كده. كومبوننت وموديل امبليس، واقول له ان انا عايز اعمل وول. اوكي، فبيقول لي انت عايز ترسم بني جزء. هو دلوقتي لو قلت له ارسم هيرسم على الجراوند، لا انا عايز اقول له ست، واقول له ارسم لي على بيك ابلان الحته دي. خلاص، يبقى اي حاجه هرسمها هترسم على الحته دي. ممكن اقول له انا عايز دلوقتي اعمل اكستروشن وارسم مستطيل اهوت. طيب وهرسم مستطيل تاني جوه ومستطيل تاني جوه ونشوف هو هيفهمها ازاي. هو فهمها ان انا عندي المستطيل اللي بره ده الشكل كله، المستطيل اللي جوه طرح، المستطيل اللي جوه ده الشكل تاني، اللي جواه طرح. بقى طلع معاه بالشكل ده. انت بقى عايز تخليه ارفع من كده، ممكن تخليه مثلا 100. فلما ترجع للصوره تقدر تعمل الشكل بتاعك. طيب ده بالنسبه للشكل ده. تعالى نقترح شكل اخر، الا هو ان انا عايز اخليه يقتحم الحيطه. تمام، انا عندي هو الشكل بتاعي، ممكن اخد كده كوبي اهو. هو دلوقتي بره الحيطه، فاقول له لا ده انا عايزه ايه جوه الحيطه خالص. ماشي. طيب هو نوع سوليد، هقول له لا خليه نوع فويد. فيعمل ايه؟ هيبدا ايه يخش جوه الحيطه. طيب ممكن من اوامر موديفاي نقول له كت، تختار الحيطه وتختار الشكل الثاني، يبدا يطرح لك الحيطه بالشكل دوت. يبقى احنا عملنا الاثنين، مره عملنا بروز ومره طرحنا من الحيطه. طرحنا من الحيطه ازاي؟ نرجع ليها تاني. انا عندي الشكل دوت، خدته كوبي اهو، وقلت له خلي لي دوت عباره عن فويد. تمام، واخلي الفويد دوت يدخل جوه الحيطه بالشكل دوت. وعندي امر اسمه قط، هختار الحيطه وبعد كده اختار الشكل الثاني، فيبدا يطرح لي منه. بس كده، رجع دي كده شويه على اساس يخش نص الحيطه مش الحيطه كلها. طيب الناس تعملها كده ونشوف هيبقى فيها مشاكل ولا سهله. داخل هنا. طيب تعالى نشوف انت عايز تعمل هنا داخل في هاي. طيب انت عايز تعمل في الجزء دوت. انت عايز تعمل. طيب هقول لك ابسط حاجه ممكن تعملها ايه. تعالى هنا من كومبوننت وقول له موديل امبليس، اختار يا عم اللي انت عايزه، عشان مش عايز حته اختار جينيريك موديل اي حاجه. لا هقول لك انا شايف ان احسن حاجه ان انت تقول لها سويب، هتديله مسار وترسم البروفايل بتاعك في الحته المخفيه دي، وبعد كده حط اللي انت عايزه. يعني تعالى نعملها مع بعض اهوت. اقول له ست،
وبرضه انا عايز احطها على الحته دي. طيب هترسم ايه؟ هقول له سويب وهقول له خد ال ممكن بيج باص بالشكل دوت. اهو طيب ابدا بقى ارسم بقى الحته اللي انت عايزها في الحته دي. هتقول له ايديت بروفايل واقول له ان انا عايز ارسم كده كده زي بقى ما انت عايز. ممكن ترسم كده 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 بالشكل دوت. هو بقى ياخد المسار دوت ويلف بقى كده. بعد كده ممكن تحط بقى اي اناره انت عايزها، مش هفرض عليها. ادوات سهله وبسيطه بس يعني واحده واحده تعمل بيها كل الاشكال اللي انت عايزها. نجربها كده مع السمره رمز السعاده. خلي الكيل بتاعك كده كل واحد فيهم يفنش الفيلا، يفنش الفيلا ونشوف ايه المشكلة تظهر معاهم كده ونحلها. المشكلة أنا بسألك إيه؟ شيف كومباين تتحصل من الويندو والأبواب. هي دي المشكلة بس؟ مش إيه ده إن البي سي 1 يطلع معايا بس. ماشي ماشي أنت عايز أنا بدي أشوف البي سي 1 يطلع. طيب المفروض المنصة كان شغال، عايزين نشوف ايه المشاكل اللي ظهرت معاك في البي سي 1 ونحلها كلها. هي طريقة يعني كيف نعمل مودلين عند الضبط نفسينا بس انا بدي طيب شو عمر؟ شو عمر ياخذها منا مش شو عمر؟ عايزين نشوف ايه المشاكل اللي ظهرت عند في البي سي 1 ونبدا نحلها. ابعتهولي انت معاك حجمه قد ايه؟ ما بعرف بس معاك كويس بخلص مش واتساب ابعتهولي بكره في الصبح. معي فلاش معي. غير ما نشتغل هاي الامور مثل الفارجولا ولا الحيطة بتنسى خليك بس ويندوز ابواب درج ليفلات احنا نشوف المشاكل عنده في السكشن حلوة ونعمل لعب الاكسات وبالبوين نشوف المشاكل عنده ونجهزها كده ونحلها ان شاء الله. قلنا نقول له اعطيني ابواب يعطيني الابواب تنزل سهل يعني تنزل سهل ايوه كل حاجه يعني مفيش مشروع الفايل احنا انت شغال يعني طبعا اللي كملناه ببساطه يعني غير هي انسى هي الكراج وهي النباتات انسى هو الراجل شغال صح؟ هو الشغل على واحد بس في حاجات طبعا لك مش مظبوطه تعالوا حولت اوتوكاد تعبني صراحه. خلينا نشوف ايه الحاجات المشاكل وانا عندي حاجات كده كنا مجهزينها نبدا نشوفها. نعم تقريبا هذا اظن ممكن
بسم الله خلاص ده كده بقى